إجرائي لعملية جراحية على مستوى الأنف كللت بالنجاح كاميرا رياضية زارت اللاعب ياسين الصالحي لتفقد حالته الصحية المتابعة لهشام فراج وأمين خدو مباراة القمة بين حامل اللقب المغرب التطواني والوصيف الرجاء الرياضي البيضاوي لم تكن لتمر بدون خسائر لدى النسور الخضر فإلى جانب النقاط الثلاث التي حلقت بهما الحمامة البيضاء فالفريق فقد خدمات أبرز عناصره الحديث هنا عن صلاح الدين عقال الذي أصيب على مستوى الكاحل وإن كانت إصابته أخف من ياسين الصالحي الذي في الوقت الذي استبشرت الجماهير خيرا في عودته من الإصابة على مستوى الركبة شاءت الأقدار بأن يعود مجددا إلى المصحة بعد اصطدام القوي مع المدافع السنغالي مرتضى فال على مستوى الأنف وقد أجرى عملية جراحية كللت بالنجاح الحمد لله بالنسبة للحالة الصحية ديالي الحمد لله بحق خد حق خد تصاعدي بعد المناسبة كنبغي نشكر الدكتور العرسي والدكتور الدكتور جمال طاقم الطبي ديال فريق الرجاء البيضاوي وكنبغي نشكر كاع المغربية اللي جاو عندي الكلينيك وبعد ما نبارك نبغي نشكر تا لاعب البارح اللي كيطلب الاعتذار ودي هي كرة القدم المصاب هذه هي ضريبة اللاعبين فوق المستطيل الأخضر بحثا عن الانتصار وكرة القدم قد تكون أحيانا قطعة من نار الحاله ديالو يعني تحسنت بواحد 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 السرعه و يعني باش نعملوا العمليه الجراحيه ان شاء الله على الانف ديالو اللي كان هي الاصابه الوحيده اللي عنده في خلال خلال الصدام ديالو اللي وقع له بينه وبين المدافع ديال فريق المغرب التطواني فباش باش باش ان شاء الله نتمنى يعني كنتمناو يرجع في اقرب الاوقات واللي كنتمنى لهم الشفاء العاجل خاصه انه ياسين صالحي اللي كان عندي واحد الامل كبير انه يدير واحد الشطر الثاني ديال ديال البطوله بواحد المستوى عالي المعروف به ولكن الان غادي نتسناو ان شاء الله الشفاء ديالو باش يرجع ويساعد الزملاء ديالو ياسين الصالحي معشوق الجماهير الخضراء سيحاول استعاده عافيته والعوده بسرعه الى الميادين دعما لهجوم الرجاء في الاستحقاقات المحليه والقاريه نبقى <applause> مع